دار الصحافة طاهر الجاوت. الوقفة الثالثة تضامنا مع صحفي خالد رامني ومع حرية الصحافة بصفة عامة. كما تعرفوا غدوة إن شاء الله يكون الجلسة تاع الاستئناف أمام مجلس قضاء الجزائر في قضية خالد الدرامني سمر بالعربي وسليمان حميطوش. الشيء اللي نتمناه احنا نتيجة هذا التجنيد الوطني والتجنيد الدولي في العديد من مناطق الوطن، الناس راهي تجندت مع خالد الدرامني لأنه خالد الدرامني ما ارتكب حتى جريمة. المشكلة تاعو انه صحفي حر غطى كل الحراك الشعبي وغطى خاصة المسيرة السلمية تاع 7 مارس 2020. الشيء اللي نتمناه هو انه السادة القضاة تاع المجلس يصحوا المسار تاع القضية هذه والمآل تاعها، لأنه كي نرجعوا للملف ما كان حتى حاجة تثبت التهم اللي راهو متابع بها خالد الدرامني. نتمناو قضاة المجلس يطبقوا القانون فقط، حنا هذا الشيء اللي نطالبوا به دائما، انه العدالة تكون مستقلة، العدالة الدور تاعها تلتزم بالشيء اللي موجود في الملف وتطبق القانون، سيتادير دير لو دغوا. ولا مجلس قضاء الجزائر قضاة المجلس غدوة يطبقوا القانون، خالد الدرامني ان شاء الله راح يكون حر. شكرا.